كل مشاهدينا في كل مكان في العالم، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجي وبرنامجكم معكم احمد خليل. قبل أه ما ابدا في موضوع حلقتنا النهارده عاوز اقول قناه الصحه والجمال هي قناه وشها حلو عليا من مطلع الالفينات وقدمت فيها اكثر من برنامج، برنامج عادة الصحه بلا حرج مستشارك الطبي صار مع خليل واخيرا وليس اخرا معكم احمد خليل. قبل ما ابدا في موضوع حلقتنا النهارده بهني اختي كوثر بعيد ميلادها يا برج الحمل وكل برج الحمل كل سنه وانتم طيبين بهني اختي مريم رزقت ببتول او المولوده ليها بهني اختي فرديس على دخول ابنها وقبول ابنها فارس للقوات المسلحه ويكون ان شاء الله من احد رجال القوات المسلحه المصريه. النهارده موضوع حلقتنا اهميه الزيوت الطبيعيه للشعر والبشره. معايا النهارده فارس مصري من فرسان العطاره ربع قرن من الزمان. كيان كبير اسمه عطارة الخليج عطارة الخليج في ألف صنف وصنف جميع أنواع العلافة والعطارة وجميع وصفات القنوات الفضائية موجودة لدى عطارة الخليج عطارة الخليج اللي يملكها الأستاذ عيد بركات بدأ من مصر وثم يعني انتقل إلى السعودية وكان المكتب الرئيسي في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة وتحديدا في حي السلامه بجوار مسجد الشعيبي ومن جوار مسجد الشعيبي تشعبت فروع اخرى الفروع الثانيه هنقول لكم عليها خلال الحلقه ولكن خلونا ارحب بضيفي وضيفكم مالك وصاحب آه عطاره الخليج بفرحة في مصر وفي السعوديه الاستاذ عيد بركات برحب بك يا استاذ عيد اهلا وسهلا بك يا دكتور انا وسهلا بحضرتك كل عام وانت طيب والساده أه. المشاهدين بخير وبصحه ان شاء الله كل سنه وحضرتك طيب, طيب ورمضان طيب كريم الله احنا اخر حلقه طلعنا مع بعض كان من ثلاث سنين تقريبا آه، النهارده احنا بنتكلم عن الزيوت الطبيعيه عشان نخش في الموضوع على طول آه، طبعا احنا لو قعدنا نتكلم عن عن تاريخ حضرتك ما شاء الله ربع قرن من الزمان مع انك يعني لازلت صغير شباب سن ولكن كبير مقام وخبره في مجالك النهارده احنا هنتكلم تحديدا للساده المشاهدين هنتكلم عن انواع الزيوت هنتكلم عن زيت شوبن واستخداماته زيت شوبن آه للشعر في ثلاث انواع في لعلاج تساقط الشعر وتقصفه في نوع لتكثيف الشعر واطالته والنوع الثالث لنعومه فرد الشعر وهنتكلم ايضا عن آه زيت جوز الهند واستخداماته وهو بيور نقي بدون اي اضافات وهنتكلم عن زيت الجوجوبا اللي بيلقب بانه الذهب آه الاصفر وبيستخدم في ايه هنبدا مع الاستاذ عيد بركات بركات المتخصص آه في 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 الزيوت دي أولًا أول سؤال هسأل هسأله لك يا أستاذ عيد هي إيه اللي خلاك تفكر فكرة منتج زيت شعر وتعصره بإيديك وتكون حريص إن المنتجات تكون طبيعية الفكرة جات لك منين؟ اتفضل. والله هي جات لي أنا كنت بعمل تركيبات لزمان والفترة اللي قعدتها في السعودية تقريبًا 12 سنة أو 15 سنة كنت بعمل تركيبة كويسة جدًا وكانت جايبة نتيجة ما شاء الله مع الناس كويسة جدًا هناك فطبعًا لما جيت قعدت هنا واستقريت هنا وفتحت هنا فلقيت ان التركيبه اللي بعملها مش جايبه نتيجه زي اللي انا بعملها على طول هناك يعني فالحمد لله فكرت في معصره ستانلس كده صغيره وجبتها فعلا عندي في المحل وبدات اعصر بيها البذور بنفسي والزيت بتاعها اخده زي ما هو كده طبيعي 100% واعمل بيه التركيبات المعصره بتاعت حضرتك من الستانلس الخالص الخام طبعا زي ما حضرتك قلت لي عشان عشان, عشان تمنع اكسده الزيوت ده صحيح عشان تمام. بتاكسد اي لو لو المعصره حديد م. بتاكسد المفعول بتاع الزيت فبالتالي ما بيجيبش نتيجه كويسه جدا م. انما يعني ايه تاكسده للجمهور لمن لا يعلم يعني ايه تاكسده؟ يعني بيفقد الفوائد م. بتاعته م. بيبقى يعتبر تالف ما ينفعش يستخدم في بالذات لو حاجه شرب يعني كمان مش للبشره طيب. والجسم زيت الشوبين الشو احنا معانا ثلاث حاجات معانا لتكثيف الشعر واطالته تمام. دي حاجه ومعانا لعلاج تساقط الشعر وتقصفه ومعانا لنعومه نعومه فرد الشعر تمام. طيب اه 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 ايه ايه المكونات اللي داخله في تركيب الزيت ده يعني ايه المواد المستخدمه اللي هي كلها طبيعيه زي ما حضرتك قلت اللي داخله في في زيت الشوبين طبعا هو بفضل الله الثلاث انواع زيوت اللي انت قلت عليهم حضرتك ده لتساقط الشعر اولا كل زيت مختلف عن الثاني يعني تساقط الشعر غير الفرد والتكثيف غير نعومه الشعر وفرده يعني الثلاث انواع مختلفين عن بعض تماما يعني كل نوع من ده له تركيبه خاصه وحاجه غير الحاجه اللي موجوده هنا يعني الزيت اللي موجود هنا مش كله نفس الزيت اللي هنا يعني لو بدانا بعلاج تساقط الشعر وتقصفه تمام لو فتحناه او حضرتك لو فتح في الدار مكتوب طبعا استخداماته ايه طبعا وطبعا هو, هو في متناول الجميع انا حضرتك قلت لي سعره في متناول الجميع طبعا وسعره بفضل الله مش غالي بفضل الله طبعا بفضل الله ان احنا بنعصر الحاجه عندنا فبفضل الله الزيوت كلها في متناول الجميع يعني أنا الاسعار مش غاليه ولا حاجه وما شاء الله حاجه جوده 100% في فيش انا هستاذن حضرتك قبل ما نسترسل في في المكونات زيت شوبين ايه للعلم وللتوضيح زيد شوبن مرخص زيد شوبن مرخص من وزاره الصحه المصريه من الاداره المركزيه للشؤون الصيدليه الاداره العامه للتسجيل اداره تسجيل مستحضرات التجميل مدير اداره تسجيل مستحضرات التجميل دكتوره هدى ابراهيم أوه. ومدير عام الاداره العامه للتسجيل دكتورة مهندسة حنان أمين رز أو أستاذ دكتورة حنان أمين رزق ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية الدكتورة رشا محمد حسن زيادة لهن منا جميعا كل التقدير والاحترام وهذا المنتج زيد شوبن للشعر مرخص من وزارة الصحة المصرية ونرجع للأستاذ عيد بركات اللي هو صاحب المنتج وصاحب الفكرة تفضل زي ما قلت لحضرتك كل حاجة لها تركيبة معينة الاهم من ده كله ان احنا الزيوت اهم شيء ان الزيوت تبقى طبيعيه فطلع الحمد لله بفضل اللي احنا عاصرينها عندنا يعني مش شاريها كده جاهزه وانا بعمل التركيبه لا ده انا بعصرها بايدي على المعصره او الماكينه وباخد الزيوت دي وابدا اعمل عاده لها الفلتره بفلترها وبعد كده بعمل التركيبه زي ما انت شايف حضرتك كده بتطلع بالشكل ده طبعا كل حاجه لها زي ما قلنا لحضرتك استخدام الشعر طبعا اه تستخدم تساقط الشعر غير التطويل غير فرد الشعر، الثلاث انواع كل تكسي نوع مختص بنفسه تكثيف الشعر واطالته، عندنا نعومه وفرد الشعر وعندنا علاج تساقط الشعر وتقصفه. بالظبط كده. ايه اللي بيميز زيت شوبين عن باقي الزيوت الموجوده في السوق؟ والله بص حضرتك يعني هو ان شاء الله اكيد برضه في السوق مش هنقول ان احنا بس اللي موجودين في السوق، لا اكيد في زيوت كويسه احنا بنتكلم عن حاجتنا. طبعا بس بفضل بن... الله المنتج يعني اللي اقدر اقوله في نهايه الموضوع ان الزيت ده على الضمان. يعني انا اصلا لما هبيعه مش هبيعه كده وخلاص لا ده انا بكتب للزبون في الفاتوره او الروشتة اللي جوه ان البضاعه المباعه ترد او تستبدل في حاله عدم الرضا عنها يعني مجرد ان ما تجيبش نتيجه هو واخده على الضمان مش اكتر من كده فالزيت مضمون 100% وطبعا التجربه بتبقى هي خير برهان يعني م. مش الكلام حضرتك بتطبق مقوله لا اختلفنا فتميزنا ولسنا الوحيدون ولكننا ولكننا متميزون, متميزون. متميزون التميز حلو في حد ذاته عطارة الخليج ألف صنف وصنف حضرتك كاتب أنه يوجد لديكم جميع وصفات القنوات الفضائية تمام ده بالفعل ده صحيح طيب لأن احنا بفضل الله المحلات عندنا مقسمينها قسم للأعشاب قسم للبهارات قسم للبن قسم للعلافة كل حاجة واخدة قسم بفضل الله عندنا مجموعة أعشاب كتيرة جدا أي نوع أعشاب أي حد من كل شيء بفضل الله احنا بنوفره له وبيبقى موجود عندنا في المحل تمام طبعا للتنويه وللتوضيح اكثر ان فروع عطارة الخليج طبعا في السعوديه في المملكه العربيه السعوديه في مدينه جده او مدينه جده في حي السلامه بجوار مسجد الشعيبي في مصر هنا الفرع الاول 67 شارع الشيشيني متفرع من المريوطيه فيصل عندنا الفرع الثاني شارع المجزر الالي عمارات الفراعنه بجوار مدرسه سانت كاترين الفرع الثالث حدائق الاهرام البوابه الاولى اللي هي بوابه خوفو 29 شارع جاردينيا بجوار الوزان الموان الفرع الرابع 6 شارع الأربعين الطوابق برج الخليج فيصل الفرع الخامس شارع زغلول كبر الشيخه نصره كبر كفر الجبل خمس فروع في عين العدو ربنا يزيد ويبارك عقبال ما يبقوا 50 فرع ان شاء الله هنتكلم هنتكلم دلوقتي عن قلنا مكونات زيت شوف احنا اتكلمنا عنه اوكي طيب طريقه عصر الزيت ايه الفرق بين العصر على البارد والعصر على السخن تمام هو فرق شاسع جدا الزيت بالذات لو اتعصر او البذور لو اتعصرت على السخن برضه نفس المشكله بتفقد مفعولها فمن افضل الزيوت اللي يقدر اي حد يستخدمها سواء شراب زي زيت الزيتون او زيت السمسم او اي انواع من اللي بتتشرب او الزيوت التانية اللي هي بتستخدم للجسم او للشعر افضل عصر ليها على البارد علشان بيبقى محتفظه بالفوائد بتاعتها انما لو اتعصرت على السخن للاسف الشديد بتفقد مفعولها تمام طب ايه الزيت اللي ما ينفعش يس ايه هو الزيت اللي ما ينفعش يستخدم للشعر مش ما يعني في بعض الزيوت بص حضرتك هو الزيوت تنقسم لثلاث اقسام في زيوت بتستخدم للشراب تمام ليها علاجات يعني بتستخدم للشراب وفي زيوت للمساج وبتاع المساج طبعا مش هينفع تستخدم للشعر وفي زيوت بتستخدم للشعر وفي زيوت بتستخدم للبشره لتفتيح البشره او زي زيت الجوجوبا زيت مثلا اه طبعا زيت الجوجوبا ده ما شاء الله من الزيوت الفعاله زيت الجوجوبا اللي بيسموه الذهب الاصفر الذهب الاصفر بالظبط زيت الجوجوبا إيه. اللي مش طبعا هو بيدخل في يعني في في علاج النمش والكلف صحيح. والخطوط البيضاء في الجسم صح زي ما حضرتك كنت كنت ذاكر وبيستخدم كمان كمسكات للبشرة وللجسم مع 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 نضيف له عسل وزبادي وكده تمام مظبوط آه آه هو سموه ذهب الاصفر من كتر استخداماته وفوائده للجسم من كتر فوائده هو اقوى زيت ما شاء الله بعد زيت ارجان المغربي هو اقوى زيت في الزيوت للبشره وللجسم وللشعر يعني زيت طيب. في اهميته يعني يجي افتر اورجان اويل بعد زيت الارجان على طول بالظبط كده ما شاء الله عندي. زيت الارجان معروف ان نبتته في شجرته في المغرب مغرب أما المغرب ما بيطلعهاش من المغرب اخرنا بنجيب الزيت من هناك <applause> طيب آه في حاجات ثانيه حلوه بتيجي من هناك كتير طبعا <applause> الصابون المغربي واللي كل حاجه حلوه في, في المغرب طبعا الشعب المغرب الشقيق طبعا البلد الثاني طبعا وشعب الخليج اللي حضرتك عشت معاه سنوات طويلة وأنا أيضاً عشت معاهم سنوات طويلة كنت مدير جريدة الوسيط هناك في السعودية في جدة وفي تبوك بيستخدموا زيت جوز الهند هل بتعصر عندك زيت بتا... جوز الهند بتعصره بيبقى زيت. طبعا. است... بتعصره ازاي واستخدامات استخدامات جوز الهند؟ زيت جوز الهند من افضل الزيوت للاكل عشان في الناس اللي عندها السكر اللي عندها الضغط اللي... يعني في بيبقى عندهم مشاكل عندهم دهون كثيره على الكبد وكده فالزيوت بتاع الاكل العاديه للاسف الشديد برده بتسبب مشاكل عند اي حد بيستخدمها بكثره فزيت جوز الهند ده زود طبيعي جدا. وبيتعصر برضو على البارد وبيستخدم بيعملوا بيه زي ما احنا بنعمل بالزيت العادي هناك خالص يعني م -م. فكويس جدا ما شاء الله من من ضمن الزيوت اللي لها نتيجه فعاله وفي نفس الوقت حاجات طبيعيه بتتعصر قدام حضرتك م -م. على المعصره طيب استاذ عيد حضرتك بتعصر اللوز طبعا وبتطلعه زيت لوز كلمنا عن زيت اللوز حضرتك بتعصره عندك في المعصره وايه استخداماته زيت اللوز هو ليه فوائد كتيره جدا اولا في نوعين من اللوز في زيت اللوز الحلو م -م. وفي زيت اللوز المر ده شيء وده شيء زيت اللوز الحلو ما شاء الله بيخش في الشعر كويس جدا وليه استخدامات طبعا حتى شرابا برضو نفس الامر واللوز المر بيستخدم برضو للبشره وتفتيح الاماكن الداكنه وكده فما شاء الله حاجه جميله جدا يعني. تمام احنا في الكنترول استاذ نادين معانا لو سمحتي ارد الفيديو بتاع زيت اللوز في المعصره هي معصره الخليجيه كل الفروع اسمها عطاره الخليج ولكن المعصره تحديدا اسمها مع... اسمها عصاره مع الخليجيه مع مع حضراتكم الفيديو على هو وهي عقب عليه الاستاذ عيد بركات صاحب عطاره الخليج. طبعا دي حضرتك الججوبة دي الججوبة بتتعسر دي اللي بيقولوا عليها الدهب الاصفر دي ما شاء الله حاجه جميله جدا وزي ما انتم شايفين كده حضراتكم اهي ده كده عصر على البارد اهو والماكينه زي ما انت شايف حضرتك كلها من الاستلس الخالص عشان بتبقى غير قابله للصدا وكده يعني عشان تحافظ على نوعيه وجوده الزيت كله من الخالص خالص اه ده الجوجوبا هيشوف برضو حضرتك الخلاصه اللي طالعه منها تستخدم برضو صنفره رائعه للبشره وللجسم برضو حاجه كويسه جدا يعني ده كده هي المصفى محطوطه تحتيه وبرضه بندخله فلتره ثانيه عشان يبقى جودته كويسه جدا م. وزي شايف الزيت بيقول عليه الذهب الاصفر ده يعني جوجوبا حضرتك اه جوجوبا قلنا بيستخدم آه في علاج النمش لعلاج الكلف في في البيضاء في, في, في الجسم اه بالظبط كده ويستخدم كمسكات البشره بتضيف عليه زبادي او عسل نحل او كده بالظبط كده او ماء ورد كمان ماء ما ورد ممكن يضيف عليه اه, آه طبعا بيضاف عليه مع معلقه ماء ورد حضرتك كمان اي حد ممكن يجي عندنا بفضل الله بنعصر له الزيت نديله الزيت بتاعه وهو واقف يعني بنعصره له طازه قدامه ده الجوجوبا زي ما انت شايف حضرتك اهو تمام الحبايه بتاعتها يعني تعتبر شبه الارجام برضو المغربي حبيت ال آه الجوجوبا آه. اه دي الخلاصه حضرتك اللي طالعه إيه؟ منه اهي هو اللي انا عليها تستخدم للبشره كصنفره او ماسك للبشره وللجسم وفي ناس بتعمل بقى صابون برضو بعد ما بينشف مصر. طبعا آه. هو بيطلع كده بعد ما يطرى ولا طبعا هو هو طالع دلوقتي سخن كده بيبقى طري شويه مجرد يستخدم. ما ينزل لمده دقيقه واحده بينشف وتقدر ست البيت تاخده كده وتطحنه في مطحنه خفيفه يعني وبعد كده تحط عليه معلقه زبادي ومعلقه عسل نحل وتعمله ماسك للبشره الله اكبر هي هتشوف النتيجه ما شاء الله في خلال ساعه هتلاقي ما شاء الله جاب نتيجه كويسه جدا معايا جميل. ده حضرتك في ده الجوجوبا في بعد كده برضو جميل. حضرتك الجوز الهند واللوز برضو ان شاء الله هنشوف دلوقتي هم بيتعسروا تمام وعلى فكره حضرتك ده جميل. كان بث مباشر كمان وقتها مش مش آه. تسجيل طيب اوكي لا انا واخد بالي ماشي ماشي ده زيت حضرتك زي ما انت شايف كده هو نزل تمام طيب. آه انا كان كنت سعيد قوي بدعوه الاستاذ عيد انه دعاني لافتتاح معصره مع الخليجيه آه طبعا ما اشكر طبعا الباشمهندس كرم ربيع وهو يعني شريك من شركاء النجاح مع الاستاذ عيد بركات وعاوز استاذ عيد دلوقتي بقى يكلمكم انتم يقول لكم باقي انواع الزيوت اللي عنده لان احنا ان شاء الله هيكون في حمله اعلانيه لزيت شوبن لاستخداماته قلنا سواء تكثيف الشعر واطالته او نعومه وفرد الشعر او علاج تساقط الشعر وتقصفه وهتعرض على اكثر من قناه فضائيه ان شاء الله تكون قناه صح وجمال احدى القنوات اللي يقعد عليها الاعلان هنا يبقى مدته دقيقه لكن هيلخص بيتكلم عن زيت شوبن وقلنا زيت شوبن مرخص من وزاره الصحه المصريه من اداره تسجيل مستحضرات التجميل ومنتج مصري خام كل مستخدماته كل عفوا المواد المستخدمه وكل مكوناته مواد طبيعيه استاذ عيد بركات كلمنا عن باقي الزيوت المتوفره في عطاره الخليج اللي حضرتك بتتمتع ان كل مكوناتها طبيعيه واستخداماتها طبيعيه وضمان ما شاء الله حضرتك قلت جمله جميله جدا وكل كلامك جميل ولكن جمله شدتني قوي انه الزيت او المنتج اللي ما يعملش فعاليه فهو منتجي هو بتاعي طبعاً. فهو يرجع لي كلمنا عن بقيه الزيوت اللي موجوده عند حضرتك تمام تعقيبا معلش على كلام حضرتك على موضوع الضمان الضمان ده مش كلامه خلاص او هي مش تجاره وخلاص ان انا ابيع المنتج او اكسب من وراه لا انا بالفعل بفضل الله حتى في سياسه المحلات نفس القصه برضو حتى في الاعشاب كبذور بنبيعها عادي خالص او بهارات او فلفل او كمون او اي حاجه انا كاتب كده في البرشور حضرتك واكيد قريتها ان البضاعه المباعه ترد او تستبدل في حاله عدم الرضا عنها ودي اهم حاجه عندي اللي هو انا اهم حاجه عندي رضا الزبون واهم حاجه ان فعلا يستفيد منه فده ده شيء مؤكد الزيت نفس الموضوع برضو اي حد بياخد مننا الزيت بالمواصفات اللي احنا قلنا قلنا له عليها وما يجيبش نتيجه معاها تقدر تسترجع العلبه وتاخد فلوسها عادي جدا ما فيش اي مشكله ان احنا بنبيع الزيت على الضمان وده بفضل الله راجع لضمان الحاجه بفضل الله ان انا عاملها بايدي وعصرها في المعصره عندنا فانا متاكد من الجوده بفضل ان انا أجيب نتيجه كويسه جدا يعني ما شاء الله حضرتك كمان عندك بتجهز عرايس ومتخصص في الحنه حنه لحنه الفرد وتجهيز العرايس كلمنا عن حنه الفرد وتجهيز العرايس و... طبعا الحنه انواع في انواع في الحنه الاسواني من الحنه الكويسه جدا برضو بتستخدم سواء للحنه العاديه للقدمين او تستخدم حنه رسم حاجه جميله جدا برضو في بقى حنه اسمها حنه فرد نفس الموضوع برضو استخدم لفرد الشعر بدل ما بنفرد بكيميكال او اي حاجة توقع الشعر لا الحنة دي طبيعية جدا 100% وفي نفس الوقت بتأدي الغرض بتفرد الشعر لمدة 3 شهور او 4 شهور فدي حاجة بتبقى كويسة جدا الحنة اللي بيقولوا عليها الحنة السوداء زيت النمل بيعمل ايه في نمو الشعر؟ زيت النمل ده يا دكتور سبحان الله من الاشياء جميله جدا في بعض الناس ما عندهاش خلفيه عنه كتير ولكن هو بدا ينتشر بطريقه غير عاديه الايام اللي فاتت زيت النمل هو بيضعف نمو الشعر في الاماكن الغير مرغوب فيها هو تخصصه كده بس والبديل بتاعه علشان هو المسمى نفسه هو لقب وليس زيت طبعا ما فيش زيت نمل طبعا يعني النمله مش هتطلع سرعة تطلع زيت ولكن هو مسمى في دول الخليج معروف انه زيت النمل ولكن هو اللي عايز يعرف ايه ميه ايه هو زيت النمل زيت النمل هو زيت السعد ده نفس الزيت بس بيسموه هناك زيت النمل بس عشان بيعبوه في ازاز وكده عليه بزيت النمل تمام من ضمن الحاجات المتميزه بها عطاره الخليج العسل عسل النحل الطبيعي طبعا إن بفضل وأنواعه اللي... اكيد بفضل الله الحمد لله انا عامل خليه نحل مخصوصه عيون سداسيه خشب وعرض فيها العسل عندنا طبعا العسل الحضرمي والعسل الدوعن العسل الجبلي عسل اسمه عسل فجرة ده موجود ما بين المدينة وما بين مكة من العسل ما شاء الله لدرجة عالية جدا عندنا طبعا عسل المصري عسل البرسيم وعسل البردقوش وعسل حبة البركة وعسل الزعتر وعسل موالح أنواع عسل كتيرة جدا وطبعا برضو يليها حبوب اللقاح والجينسينغ وغذاء ملكة النحل اللي هي الحاجات اللي بتخش في التركيبة مع العسل تمام البخور حضرتك عندك بخور جاوي تنحوري في بخور جاوي عند حضرتك متواجد نقدر نوفره هو معروف انه لطرد الجاني يعني. والله بص حضرتك بالدرجه الاولى يعني كما يشاع عنه او كما مكتوب عنه على ال... والله حضرتك بما انك اثرت الموضوع ده ما كنتش حابب اتكلم فيه طبعا لان هو مش تخصصي ولكن هو معلومتي او المعلومه الاساسيه عن البخور البخور ما هو الا رائحه طيبه هو بيدي ريحه كويسه جدا للبيت وبالنسبه للبخور الجاوي بالذات هو اصلا سبحان الله مجرد ما تبخر بيه بالبيت هو بيمنع اللي بيقولوا عليها بالبلد كده العته في البيت الهدوم الملابس بيحافظ على الملابس وعلى الكلام ده انا مجربه انا هقول حاجه انا استخدمت بخور قنفذ محنط وجاوي تنحري انا انا حرف الايه بتاعي حرف اسمي ترسم على الفحم وظهر لي وشوش يعني الكلام ده انا مطلعه لايف على صفحتي يعني لا يعني الكلام يعني ده والله مش هعترض مع <applause> بس حضرتك احنا مش عاوزين يعني مش طفق طبعا أنا أنا بص بس نتكلم أح... عن انواع البخور انا حبيت يعني ايه ماشي ما أستقل أستقل طيب اول بص بخور حضرتك انواع كتير جدا في بخور جاوي وفي بخور سعودي وفي بخور مغربي وفي طقش مغربي وفي انواع كتيره جدا وفي فسوخ الطقش ده للتحضير الطقش ده معروف انه للتحضير انا بتكلم حاجه لطرد الارواح او طرد الجان او في ناس بتتفائل بالبخور انا معلش اعتذر لحضرتك وان كنت مخالف لراي حضرتك لا هو الراي الشرعي في الموضوع ده طبعا البخور ما بينفعش وللاسف علي الموضوع ده خلي بالك يا دكتور للاسف في دجل كتير جدا بي بي بيزاح في الموضوع ده وناس بتستغل الامور دي في العطاره لاتخاذ امور غير طبيعيه فيها استاذ عيد هو مش كلامي هو انا بقول مشاع دي فكره عند معظم الناس تمام ولكن هو مش موضوع حضرتك طيب قلت انا طيب يبقى فرصه نصححها ايوه كويس نحط مش صحته وهو شيء لا يجب الاعتذار طبعا احنا بنتكلم يعني بنصح مفاهيم للناس انا النهارده كان طبعا معايا الاستاذ عيد برجات وهو صاحب عطاره الخليج بفروعها وقلنا ذكرنا في روح حضراتكم للتواصل مع فريق البرنامج تواصلوا معايا على صفحتي البيج بتاعة الاعلامي احمد خليل او الاكونت بنفس الاسم والاستاذ عيد طبعا اللي كان عيد البركات اللي كان ظاهر رقمه او رقم التواصل لعطارة الخليج اللي هو 010 25 4 أربعة والرقم الثاني مع الدكتوره اسماء حسن اللي هو الرقم اللي اخره 70 وهي وهي مسؤوله رئيسه قسم المبيعات في عطارة الخليج آه قبل ما نوصل لنهاية حلقتنا وقبل ما نختم برنامج معكم أحمد خليل هو آه برنامجكم قبل ما يكون برنامجي أنا بشكر الأستاذ عيد بركات صاحب آه ومؤسس سلسلة آه عطارة الخليج في مصر وفي السعودية أنا نورتنا وشرفتنا ربنا يكرمك يا دكتور وكل عام والمشاهدين وحضرتك بخير يا رب الله يبارك في أمرك يا رب كل سنة وحضرتكم طيبين آه ورمضان كريم أسأل الله أن يعيده عليكم أعواما آه عديدة وأزمنة المديدة قبل آه ما أخرج آه او قبل ما انهي الحلقه بشكر الاستاذ ميسيو سيد جميل وهو رئيس الرابطه العامه لمصففي شعر بجيزه وهو صاحب فكره المصفف برنامج المصفف بشكره انه يعني اختارني انه اقدم فكره البرنامج ده بس لسه يعني كما يقال في الاعلام تظل الافكار حبيسه الادراج ما لم يوجد لها ممول هو الان بيدور على سبونسر وفكره يكون زي فكره برنامج ذا فويس هيتكلم عن إزارة الكوافير المصري بكل فنه وابتكاراته للعالم اجمع ودي مش مس... دي دي مش مسابقات زي المهرجانات لكن هيبقى بنفس طريقه ذا فويس قلنا ولجنة التحكيم بشكركم الشهر اللي فات كان شهر ثلاثة شهر مارس شهر المرأة كل سنة وأمي طيبة كل سنة وأمهاتكم وأمهاتنا جميعا الأحياء بخير وكل أمهاتنا من فرقونا برحمة وبمغفرة إن شاء الله دي كانت حلقة من حلقات برنامج برنامجكم معكم أحمد خليل إن شاء الله انتظرونا في حلقة قادمة يوم الأحد إن شاء الله الساعة 2 ظهرا شكرا للكنترول شكرا لأستاذ نادين شكرا استاذ خلف المفترض كانت تبقى معايا الزميله الاعلاميه الدكتوره داليا ابراهيم ولكن ان شاء الله تكون معانا في حلقه قادمه نلقاكم على خير كنت معكم احمد خليل تحياتي شكرا